جدا من جانب انصار فريق الرشيد لا على مستوى الاداء ولا كذلك على مستوى النتيجه بحسع فريق الفاتحه الرياضي على مستوى الحراسه المادي من عبيد رقم 16. المباراه التي يقودها عادل زرق اليوم بمساعدتين سواء الخساره اللي كانت بالميدان بالنسبه 20 محمد مكعازي 25 عبد الصمد بدوي 26 يسرى بوسو تشكيل كل طرف سواء المدرب جمال السلامي وكذلك مونديير الكبير كل مجرب من مختلف المناطق من مختلف الزوايا. هنا التقادم على الفرصه ولا الانطلاق للرجيه اليمنى عبر المادي قرنوس. قرنوس يختار ماذا؟ يختار العرضيه. فرصه هنا المحاوله هنا الخطوره هنا التسديده جول 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 مروان العاز تسديدة لا تصد ولا ترد في مرمى مانشستر سيتي بعد بناء هجومي والأول والمنظم والأخطر والأبرز لفريق الفاتحة الرياضي. الفيس يبغى الرجاء الرياضي بهدف ويهدف بتسديدة من جانب مروان العاز الذي استغل الفرصة استغل الارتباك دفاع الهلاسر فريق الرجاء الرياضي. لاحظوا هنا المنظومة الدفاعية هنا عملية الاختراق هنا التحضير هنا العرضية من المادي قرنوس. قرنوس منح له طبق من دير ثم الكنترول والتسديد والتسديد وهي التسديد وهدف وهدف هدف جميل جدا من جانب العز الذي يمنح اجمل بدايه لفريق الفاتحه الرياضي في هذه المباراه. لكن العمل كل العمل من جانب نناح نناح للعز العز الكنترول بالصدر وعلى الطاير يسدد التسديده لا تسد ولا ترد فريق الرجاء للوردي ضغط عاصمي ماذا هناك حكم يمنح خطا لفائدة تناصر فريق الفاتحة الرياضي. هدف إربك الحسابات الرجاوية بدا الرجاء يظهر مرتبكا بعد ما كان بدا بشكل موفق على مستوى الضغط والاستحواذ ثم البحث عن الفرص لكن يظهر جليا هناك قتال ان يوسف العمري ولا تفيد الكرة إلى جانب الاختصاصي المادي قرناص. هل تسدد من المادي قرناص خطيرة؟ جول 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 وي جول وي جول وي جول هدف عالمي من المادي قرناص يباغي مانشستر سيتي. كان يظن بانه التسديد سيكون مقوس اتجاه بقيه اسماء فريق الفاتحه الرياضي لكن اختار التسديد المباشر عفوا اخرى تظهر على مستوى المنظومه الدفاعيه وحارس مرمى فريق الرجاء الرياضي. هذه المره بتسديده اكثر من رائعه من المادي قرناص مباشره في اتجاه شباك الحارس انس زنيتي تبع انس وهي تدخل الشباك هدف ويهدف في هذا المرات هدفين جميلين لفريق الفاتحه الرياضي على فريق الرجاء الرياضي. قراءه غير موفقه من جانب انس زنيتي تابع الكره واقفا مندهشا حائرا وهو يتابع مباشره للحارس المادي بن عبيد. نسير نحو نهايه الجوله الاولى الفاتحه الرياضي متقدم بهدفين دون مقابل والرجاء لا زال تايه في هذه الجوله الاولى بعدما بدا جيدا لكن كما يقال العبره بالخواتيم فيما يخص دقيقه الجوله الاولى. عارف كيف يحسن من صورته ومن يده فريق الفاتحه الرياضي ودائما تدر المساحات لفريق الفاتحه الرياضي. هنا الاستلام هنا الفرصه هنا الخطوره جول 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 مروان العز مروان العز يجيب العز لفريق الفاتحه الرياضي بهدف في حدود الدقيقه 38. ماذا يحدث للرجاء الرياضي في هذه الجوله الاولى؟ ثلاثيه نظيفه ثلاثيه مدويه نتيجه مدويه في هذه الجوله الاولى. يقصو الفاتحه الرياضي على فريق الرجاء الرياضي. الرجاء اوت على كافه الجوانب لا دفاعيا وعلى مستوى حراسه المرمى من جانب مانشستر سيتي ولا على مستوى خط وسط وخط هجوم فريق الرجاء الرياضي. يتلقى ضربة مشعة في هذه الجولة الأولى بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل. لاحظوا المساحات من الجهة اليمنى دارت المساحات في جهة محمود بن تايك ودارت في عبد الصمد البدوي دارت الاخطاف المحور من اسماعيل مقدم من جمال حركاز لا دعم ولا سند لا من سكر الوردي ومحمد المكعاسي لا اسيست من عبد الله الحفيدي لا تحركات كانت من حمزة خيبة ولا من يسري وسط الملعب. وبذلك اكيد مغادره محسن متولي جعلت ربما الصوره واضحه بالنسبه لشخصيه الفريق في مثل هكذا وضعيات. هنا محاوله تقدم هنا محاوله تسديد متر
من جانب قرناص من كرة ثابتة تمشي من الطرف الأيمن من ملعب عاصمية لفائدة الفتح الرياضي. حمص المودن السلام تقدم الخطورة للحارس من دفاع الفوس إيرفيغاي للوسط حركس يظهر مير يظهر جونيور كاميني ويظهر نناح وتظهر الخطورة وتظهر الإفوات وقد يظهر الهدف الرابع لكن لا سيمات من حركس ثم تدخل من جانب ناس سنيتي فعل مادي الباسل لنناح من الجهة اليمنى للمادي قرناص خبرة هذا الثلاثي حاضرة بقوة لفريق الفتح الرياضي اسماء بقيمة المادي الباسل ركلة ركرية تنفذ لمادي قرناص يغتر القيمة الثانية ونبى الراس تتحول من الخمسين تنفذ من يسري ترتطم بحيث الصد والإبعاد من جانب عزر فريق جمعية المنصورية. نعود لأجواء المباراة كرة تلعب من الجهة اليسرى ملعوب التقدم من الطرف الأيسر العرضية والراسية والدور الموالي من مسابقة كأس العرش عن اللقاءين المؤجلين والتقدم للفرصة هنا التقدم من يوسف العمري بالعمري محاولة تسديد لكن تعود أنس من جانب أنس الفتح الرياضي تعود للرشا من جانب الهبطي للجهة اليمنى عملية تحضير المكعاسي تمرر لعبد الصمد بدأ يختار العرضية فرصة اختاروا وتذكركم اللقطة بهدف لسجلوا في الجولة الأولى لاعب فريق الفتح الرياضي ومقوص صورة الابعاد من جانب مادي بن عبيد هدف كان جميل من جانب المادي بقرناص الذي موه المرمى الفيزيو طالب ركلة مرمى الحكم يشير بوجود الركنية لفائدة ناصر فريق الرشا الرياضي ستنفذ في حدود دقيقة 68 مقوسة دائرية اكتسب تبع الخطورة والابعاد عبد الرؤوف بن غيت للوسط تمرير بن غيت تمرر من الجهة اليمنى لزكريا الهبطي زكريا التقدم من زكريا التسديد وبين يدي الحارس المادي بن عبيد يسارية زكريا الهبطي والمتابعة والرجاء دائما بامل التقاليس تمشي من جانب يسري بوسوق يسري تحضر لبن غيت وبن غيت عبر مرمى الجهة اليمنى لزكريا الهبطي كرة رجاوية البحث عن التمرير والتمريرة سيئة من طرف المهاجم زكريا الهبطي في الإفادة زكريا الهبطي تقدم من جانب زكريا والتمرير للمكعازي ثم التسلل عبد الصمد بدوي هنا العرضية والتغطية عبر المدافع الأوسط مروان الوادي قول عبد الله مذكور تنفذون فرصة وراسية تعود لساكر الأبطي العرضية المحاولة بين يدي الحارس المادي بن عبيد والأحد أكد كريستيان سيتريش المدير الفني لفريبورغ أن المواجهات بين بايرن بطل النسخة الماضية للدوري الألماني دائما ستكون استثنائية بالنسبة له رغم عدم تحقيق أي انتصار من قبل على ملعب النادي البافاري. وقال مدرب فريبورغ في مؤتمر صحفي يوم الاثنين قبل ملاقاة بايرن على ملعبه غدا الثلاثاء لدوري الثمانية لكأس ألمانيا عندما كنت طفلا كنت أحلم بركب حول الاستاد الأولمبي واللعب أمام كيمباور بمرور الوقت انتقل بايرن لملعب أيرنز أرينا وأصبح نجوم الفريق مختلفين عن هؤلاء الذين عاصرهم سيتريش خلال فترة طفولته لكنه ما زال يعرف طريقة اللعب النادي البافاري جيدا وأوضح المدرب فريبورغ سنخسر أو نربح ونحقق شيئا استثنائيا ويرى سيتريش أنه تولي توماس توخيل منصبه المدير الفني لبايرن خلفا لنجيمسان غير مؤثر شغل أن هذا لا يلعب دورا كبيرا في صنع الفريق بالنسبة لنا.